المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاء إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت قرائده بنان السنة السنية ورفعه